جزوعي واني Thank you.
شبابنا هذول مش على القحطاني ها؟ الشباب في الإعداد. الله لا يهين السلام. عندك مخالفات أنت ولا ما عندك؟ لا لا الحمد لله. سن طلاب. ما خالفت الأسبوع ذا؟ سن؟ ما خالفت؟ لا لا. شكرا يا حبيبي. خدمة طلبة. شكرا الله يسلمك. سلام يا مشعل. حياك الله. وش اللي حاصل؟ الله شوف عينك. وش؟ كنا طالعين نبي ندور لنا اسقاطه، نبي نجهز لنا اسقاطه. كلمنا الاداره مرتين ورفضوا. ليش؟ المره الاولى والمره الثانيه. ما أدري، ممكن في أسباب إحنا نجهلها، ما أدري. طيب. لكن إحنا في نهاية برنامج، وإحنا ولله الحمد إن طاقتنا متجددة. إيش؟ طاقتنا متجددة، ما راح ننتهي في آخر البرنامج. بالعكس ممتدين إلى آخر برنامج. فروحنا نجهز إسقاطة، شفنا الرف تام، فاضطرينا إحنا نأخذ الخطة الثانية. وش هو الخطة الثانية؟ اللي هي اللي شفتها. يعني طاقتكم خلتوها في الجدران يعني؟ ها؟ كيف نخليها في الجدران؟ طلعتوا في الجدار وهربتوا. بسبت ايش؟ احنا الاسقاط مجهزين حتى طلعنا. مستهترين؟ لا مو مستهترين ام سلطان، احنا بسبت احنا الحين بسالك انت مرفوض طلعنا. انت الحين جيت الاداره وقالوا لك الاسقاطه هذه مرفوضه او ما راح نقبل لك اسقاطه، تروح الجدران؟ لا وقالوا اليوم الثاني، جاء اليوم الثاني ما طلعنا. كلمناهم قالوا اليوم اللي بعد، جاء اليوم اللي بعده رفض. يا اخي ما لها دخل الحين، هذه انت اسقاط وانت قدمتها والاداره رفضتها. ما رفضت الان يقولون غير صحيح الرفض. لكن خلينا نقول انهم رفضوها. أنا الحين بسألك، أنت ليش تطلع الجدران؟ وليش الحركات اللي تسوونها قدام الكاميرا؟ وش تبون توصلون أنتم؟ إحنا أساساً ما طلعنا في الـ في الـ في الفيديو هذا إلا إحنا ما نبغاه يطلع في المظهر اللي شفته فيه. إيه تسوون الحركات عشان ما يعرض يعني؟ عشان ما يعرض. طيب أنا بشوف. بغض النظر عن الحركات. عادي عادي أنا أشوفه بشكل خاص وأجي أعاقبك. يعني بشكل ذكي يعني؟ لا ما بشكل خاص أوكي. لكن في 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 أشياء كثيرة أبو سلطان إحنا ما نرضاها. أولها المقطع وثانيها اللي محرومين يومين. إيه ما ترضاها. محروم يومين. أعلمك إن شاء الله وش ترضى أنت في لحظتها. لا مو عن أرضى وما أرضى. أنت لا مسكت الباب، عرفت أنت إن شاء الله حركاتكم اللي تسوونها. أنتوا عايشين استهتار يا مشعل، ما حد عاش قبل سلطان عشان إسقاطة يا أبو سلطان. أي إسقاطة؟ والله مرتبين يا أبو سلطان، حتى مفصلين لها، مفصلين لها أشياء خاصة فيها. أي إسقاطة؟ ما أقدر أتصرح فيها. قلت سبق وعلمت الإدارة. الحين اللي حصل هذا وش اللي أنتم مهربين؟ هروب عشان إسقاطة. شو إسقاطة؟ رتب الإسقاطة. والله دافعين عليها يا أبو سلطان فوق 2000 ريال، والله العظيم. متى طلعتوا؟ فوق 2000 ريال. الساعة كم طلعتوا؟ ما ادري والله، الساعه يمكن 12 الظهر. الظهر. وين رحتوا؟ جهزنا اسقاطه ورجعنا. من متى يا شباب؟ من 8 الى 3. طيب طلعتوا الساعه 12، وين رحتوا؟ جهزنا اسقاطه ورجعنا. وين رحتوا بالضبط؟ في محل كنا رايحين له نبغى ندور فيه ما حصلنا. وش تبون من المحل؟ المحل في الملك عبد الله، محل معروف. متى رجعتوا؟ والله اني ما ادري، في المقطع طالعين الساعة 2 و راجعين الساعة 2:30. وين رحتوا غير المحل؟ بس المحل وجهزنا فصلنا، رحنا فصلنا حق الاسقاط البدلات ورجعنا. يعني معقول هل الاسقاطة هذه ابغى اضحي بنفسي ويجيني قرار استبعاد عشان هل الاسقاطة؟ ايش تسوى علي طيب؟ بس الادارة ليش تقول اليوم؟ يا اخوي انا الادارة معلش، الادارة هذه جهة مسؤولة عني. قدمت طيب. لهم الإسقاطة ما قبلوا فيها، ما بجلس أنا بأحترم البث والناس الموجودين. سلطان استوعبني، ما رفضوها. وش سوى؟ قال اليوم اللي بعده. طيب اليوم اللي بعده قالوا اليوم اللي بعده. طيب كل ما لهم مطلوب في الموضوع يا أخي، ما بعذر اضطريت أنا أني أطلع يا أبو سلطان. إيه اضطريت. طيب وش السيارة اللي طلعتوا عليها؟ سيارة. سيارتك أنت؟ نعم. وين رحتوا غير المحل؟ وين رحتوا؟ ما رحنا والله ابو سلطان. المحل اساسا المحل اللي وصلنا فيه ثمان اخر الرياض من 8 للساعة 3 العصر. حي الخليج كله في نفس المحل. حي الخليج ان شاء الله في الخرج. هذا بحد ذاته ساعة وقت سلطان، حتى الوقت ساعة. والمحل اللي رحنا له على الملك عبد الله مع التخصص في محل هناك.
الحين سياراتكم معكم مفاتيحها؟ أنا السبب، يعرفون عن الإدارة. وش السبب يا شباب مفتاح سيارته معك؟ بعد هذا تسلم المفتاح. وين مفتاحك أنت؟ موجود. يلا روح ناد أحمد حنيف. سام شيء وصلت أبو سلطان. وش؟ إن حنا وصلت إيش؟ وصلت أنت قطال عجدار. مضطرين أبو سلطان، يعرف نحن مضطرين ورب الكعبة نحن مضطرين أبو سلطان. حنا شرف البرنامج على الانتهاء باقي أسبوعين. من هو من هو الشخص اللي أنت قلت أبي إسقاطه بالاسم عطني؟ ما أقدر أصلح بالاسم. ما أقدر أصلح. لا لازم تصرح. إلا إذا كانت فيه الصوت أنا أقدر أصرح. لازم تصرح وقدام الناس. لا مثل ما طلعني المنظر أنا ما أبغاه. ما طلع المنظر. طيب قول اسمه. ما أقدر. عشان ما تجيك عقوبة كيف قاعد؟ والله ما أقدر أصلح بالاسم. إذا أعطيتني الاسم. كانت فيه الصوت وأعطيك اسم. لا ما راح أفيد الصوت. خلاص. أنت هم طلعوك على هوا. الحين بسألك. الحين هم طلعوك على هوا قدام الناس والهروب صح؟ نعم. وراح تأخذ العقوبة عقوبة كبيرة. أعطني الاسم اللي أنت جيت كم مرة ورفض له. معنى مو بعذر لكن بيعرف منه إذا اللي جالس يرفض. اسمح لي. مبادرتك. إلا إذا كان تلبي رغبتي يا أبو سلطان إنك تفيد الصوت أنا أقدر أديك الاسم. لكن تذكر إني ما زليت أو ما كذبت في أي كلمة. رح أجيب المفتاح ووجلس مع الشباب ونادري أحمد يلا. أحمد حنيف يا شباب ها. يا شباب الصوت طالع لهم برا ولا مو طالع؟ لا يطلع ها؟ ممتاز. شو اللي حصل يا احمد؟ الهروب. اي عندك شيء غير الهروب؟ لا. طيب وش اللي حصل بالهروب؟ والله شوف ابو سلطان احنا كلمنا الاداره اكثر من مره عندنا اسقاطه. اسقاطه غريبه يعني ما قد جت في تاريخ برامج الواقع. كلمناهم يومين وما طلعونا. طلعنا جبناها ورجعنا ولسه ما خلصت اصلا. يعني هذا عذر يا احمد؟ اروح اسوي مخالفه ممكن تمسكني الباب عشان اسقاط اسويها؟ شوف احنا غلطانين يا ابو سلطان واحنا نعتذر يعني ولكن ما كانت يعني من عبث يعني والله كانت لاسعاد النسخه والبرنامج والشباب كله. وليش ما استاذنتوا؟ استاذنا منهم مرتين رفضوا. من اللي رفض؟ شخص من الاداره. من هو؟ يا اخي من هذا الشخص اللي شغلتوني فيه هذا الشخص؟ اعطوني اسم يا اخوي. هو ضرنا يا ابو سلطان بس انا ما اقدر اقول. طيب قول اسمه يا اخوي قول فلان. ما ابغى اضره يا ابو سلطان. خير ان شاء الله، الحركات هذه ما تمشي عليها. يا تعطيني اسم واضح تقول فلان ابن فلان هو اللي منعنا جينا مرتين ولا لا تجي تستعطف قدامي. لا مو استعطاف يا ابو سلطان بس انا ما ابغى اضره يا اخي. لا وهو ضرك طيب، ليش ما ضره انت؟ هو ما سمح لي. خير ان شاء الله. متى طلعتوا؟ الساعة كم؟ الظهر. الساعة كم؟ تقريبا 12 ونص واحدة كذا تقريبا. متى رجعتوا؟ 2 بس رحنا ضبطناها ورجعنا. انت كان عندك محاولة هروب صح اول؟ لا الا قبل بيوم. لا ما هرب. محاولة؟ لا كنا نتمشى في القرية. وين تمشيت فيه؟ تمشى طفشانين برا القرية تمشى؟ ايه ليش؟ كذا تمشينا في القرية يعني مو برا ما طلعنا برا. ايه دق اللطمة وتتمشى صح؟ نتمشى والله يا ابو سلطان. ايه انا أعلمك إن شاء الله وش التمشية فيه. وين أبو سلطان؟ دقيقة أبو سلطان. إيش عندك؟ ما هي إنها ترى ما هي عبث والله ولا هي من روسنا ولا هي قدحة والله. والله طالعين نبغى نجيب إسقاط يا أبو سلطان. أنتم صحيحين أنتم مشكلة حتى عذركم فاشل. يا أخي حتى لو أنت طالع عشان إسقاطة. أنت سويت إسقاطة الحين. وين إسقاطة؟ أغراضها وين؟ جبتوها أنتم؟ في التفصيل فصلنا أشياء. لا يا شيخ. إي والله. يعني أنتم ما جبتوا معكم شيء، رحتوا ورجعتوا بس. لا رحنا فصلنا الأشياء لأنها بتجي. اي واعطاكم فواتير؟ لا خياط. اي خياط. اي روح لنادي محمد الدنا. روح جيب لي محمد يلا. نادوا محمد يا شباب ها.
يا محمد، محمد آل دنعة. حصل يا محمد؟ ابي ايش اللي حصل؟ اللي شفته طال عمرك. وشو؟ طالع انا عشان نسوي اسقاطه. وش شو الاسقاطه اللي بتسويها؟ اسقاطه والله ما عجبني. وهربتوا؟ اي نعم. طيب الهروب هذا فيه استبعاد، ايش تسوى عليك؟ ولا بتكمل اسقاطه في البيت يعني هناك عندكم؟ والله شوف يا ابو احنا كلمنا واحد من الإدارة. رجعنا على واحد من الإدارة ده، من هو؟ عطني اسم. الصدق والله ما ودي أقول اسمه. ليش ما تقول اسمه؟ وش هو ذا اللي مخوفكم هو ولا وش سالفته؟ لا والله أني بطلع بشكل بايخ يا أخي. قول اسمه. هو طلعكم بشكل بايخ هو؟ ها أنا ما أبغى أصير مثله الصدق. عندنا مبادئ وعندنا مبادئ. طلعوا عند الجدران وعلى ذا وين يعني؟ والله شوف يا طويل العمر السلامة، حنا ما ودنا الحين نطلع بالشاشة او في المنظر ده. وليش تسوونه عشان ما تبون؟ عشان كذا حمار ابغى نطلع بالشاشة. ليش تسويه انت؟ ودي سؤال، انت ليش تسوي في البدايه بعدين تقول انا ما به يطلع؟ انت سويته. طيب احنا سويناه، لكن الطريقه اللي طلعت فيها على الشاشه ما هي بزينه. اول شيء لابسين شورتات. هذه ما هي اول مره لك انت صح؟ لبه ما هي اول مره لك انت. انت اخطاك واجد انت يا محمد، وتسوي حركات قدام الكاميرا وتسوي اشياء تصني من الاعداد، شيء صراحه مخجل. شيك اعرض المشكله الاولى اللي انت برضو سويتها. اي مشكله؟ حركات الكاميرا اللي انت تسويها البايخه دي. لا لا ما ابغى شيء يطلع. ما تبغاه يا اخوي، لا تسويها يا اخوي. بس يا طويل العمر السلام الحين يوم طلعنا على الكاميرات بالشكل ذا، ترى والله العظيم احنا استحينا وجينا، جلسنا يومين هنا ما عاد نبغى. ما الساعه كم؟ الساعه كم طلعت؟ الساعه كم؟ والله اني ما ادري، كان على الساعه 10 11 والله ما ادري. ومتى رجعتوا؟ الساعه 2. أنا شفتها هنا في فلاش. وش سويت خلال هالوقت هذا من 10 إلى 2؟ وش تسوون؟ رحنا قاعدين نجهز الإسقاط. وش سويتوا؟ وين بالضبط رحتوا؟ رحنا مع محل. وش مطعم ليش؟ لا محل خاص بالإسقاطات. أيوه. حلو. فما لقيناها ورحنا نضبطها الحين بنفسنا. وين؟ محل إيش؟ محل خاص بالإسقاطات. مكتوب إسقاطات على اللوحة؟ لا يعني احنا نعرف محلات. وش سويتوا فيه؟ قاعدين نشوف نختار اسقاط زي كذا، بس ما هي باللي احنا نبغاه. ما جازت لكم الاسقاط ومشيتوا يعني؟ ما هي المطلوبه اللي احنا نبغاها. ما هي باللي انتم تبون يعني؟ يعني ما فصلتوا شيء؟ الا الا احنا ما رحنا محل اسقاط، بس ما بغينا ما لقينا اللي احنا نبغاه. انتم فصلتوا شيء؟ اي نعم فصلتوا. وش فصلتوا؟ فصلنا ال الحين والله مو ودي الحين خرب علينا الاسقاط، اذا ما قلت اذا ما سويتها هنا بسويها برا اصرف، لان والله انا اسقاط ما قلت. كلامكم كله متناقض مع بعض. و... لا والله متناقض، والله إني أقول الحقيقة الصدق إنقال. شوف أنا لا أعذر زي الناس وتحلفون على شيء. على والله العظيم الحين نعتذر، الحين أخطينا، لكن المنظر اللي طلع على الشاشة يا أبو سلطان الحين لابسين شورتات، إنه ما ودي إنه يظهر على المشاهد، لأن الحين ورانا أهل ورانا أخو. والله زين عرفت عندكم أهل. سم وليش تسوونها طيب أنتم؟ الحين سويناها ما نبغاها تطلع. ليش تسويها طيب؟ هي بتطلع طالعه. لا في مقاطع ما طلعت تطلع ذي. يعني انتم تستعبطون المشيه ذيك والحركات عشان ما تطلع على الناس؟ ها احنا ما خلي المشيه يا ابو سلطان، خلي المشيه هذه على جنب. الطريق اللي احنا طالعين بشورتات. اي هذا فعلكم انتم، هذا اللي سويتوه. اي بس ما ودنا يطلع على الشاشه. وبعدين طيب. جالسين هنا يومين في الغرف، والله العظيم احنا محبوسين وما عاد طلعنا على الرياليتي ولا عاد سوينا شيء. والله اقل شيء يصير لكم باقي، هذه لسه مقبلات، لسه العقوبات القويه جيتك. انت الحين زعلان من هاليومين لسه ما تونا نقول بسم الله. يلا روح يا محمد، خليك هنا في الهنجر مع زملائك.
وين راح هذول؟ يا عيال شباب، هاي مشعل احمد تبعك، اعطوني الكرسي اللي هنا يا شباب معلش. وين رحتوا انتم؟ بدري يا شيخ هادي، ها نايم؟ متى صحيت يا هادي؟ نزل رجلك. متى صحيت؟ ها؟ شغل شوي. الشباب يقول ترى بالعادة دائم هو يصحى كذا. لا لا كنت رايح المستشفى. ورايح مستشفى؟ وأنا معجب. تعال اسحب لك كرسي مندي وتعال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مساك الله بخير. انت منضبط يا معجب، ايش اللي حاصل؟ سم اول مره تجيني مخالف؟ اول مره يصير عليك مخالفه؟ ما قد صار علي الحمد لله. اي ليش طيب؟ عرفت مخالفتك كل ذا؟ والله انا ما ادري وش. شغلوا السبيكرات يا شباب خلوا يسمعون. ها؟ ما ادري والله وش. انت مقفل المايك؟ الحين؟ لا اول. لا الحين شغال. اول متى؟ وقت الاسقاط اللي انت تسويها. في الفطور؟ ايه. قفلنا عشان نشتغل. وليش تقفله؟ قفلنا عشان نشتغل وانا قال لي فلاح. حتى لو تشتغل. قول لا اله الا الله. ايه. انا فلاح قال لي ان بيكون عليكم الهواء، قلت له انا عندي طريقه دخوليه والى اخره. قلت له انا بخلي الشباب يدخلون داخل ونقول عليهم ده خلاص دن، هو اعطاني الاوكي. دخلت الشباب طفينا مكان عشان نشتغل، وتعرف الصياح مع الشغل. الحين انت متفق مع من ان الهواء ما يجيك؟ مع فلاح. من فلاح؟ اللي في الكنترول. الله الله. وقال لك خلاص اوكي؟ قال لي بابا بنقل. قلت له انا عندي طريقه دخوليه بسويها. قال الشباب موجودين هناك، قلت انا اخليهم يشيلوا البث داخل وانا اشتغل. قال لي زي كذا اوكي. دخل داخل الكنترول، انا رحت طلعت الشباب. الحين شباب في الكنترول طلب منكم انكم ما تجون وقت الاسقاط. طيب يقول ان اسقاطك في اخر البث، لو انتظروك انتهى البث ما طلعت الاسقاط. هو مو موضوع ان اخر البث، الموضوع ان اعطوني الاوكي. انت فهمت؟ من اعطاك الاوكي؟ فلاح. فلاح؟ قلت بخلي الشباب يشيلوا البث داخل، قال لي خلاص كذا ودخل داخل. شباب فلاح اعطاه الاوكي ولا لا؟ اي بس فلاح اعطاه الاوكي ولا ما اعطاه؟ قال ببلغ بس. فلاح ما هو مسؤول عن الكاميرات. والله انا اللي قلت نادي بابا قال ما اقدر اناديه، فتكلم مع فلاح. انا مشكلتك منضبط انت. قل لا اله الا الله، الموضوع فطور واسقاطه وشيء زين لا يعود علي مخالفات. انا ما مستحيل اجي عيال اقول ادخلوا داخل من راسي. الرجال قال لي كذا اوكي ودخل داخل خالفني على الكنترول، قلت خلاص بعد دارك الوقت ونرتب. انت واضح ان الكنترول يحبونك، جالسين يرسلون لي اخطاء عليك الحين، يقولون حتى يحلف ويسوي كلام عشان ما يطلع على عشان يطلع فاصل. حتى ايش؟ عشان تطلع الناس فاصل. ما في احد منا الا ما طلع فاصل حتى فلاش باك. بينك وبين الكنترول شيء انت؟ لا اعلم. ها؟ ما ادري والله. احس شايلين عليك وهم يكلمون. والله اني ما ادري. زعلهم انت؟ والله ما ادري. زعل مقصود؟ لا ان شاء الله ما في شيء مقصود، كان عاد شيء غير مقصود، فرضي من رضي وزعل من زعل. بتقفل المايك مره ثانيه ولا شلون؟ ايش؟ بس قطعت؟ لا يا رجال ما قفله. ها؟ دين المايك عليها 50 نقطة، صح ولا لا؟ زين عارف العقوبة يعني. لا انسى يا اخي، لا دخلنا داخل ولا ظهرنا نقفله. لكن هذه انا اخذت لوكي من فلاح و
روح روح يا مجب روح. وين؟ خلاص؟ اي خلاص. الله يعافيك. هادي تعال هادي. وش الاسلوب الحلو هذا مع مهندس الصوت؟ اسهم يقول ما شاء الله اسلوبك جدا راقي مع مهندس الصوت. اي مهندس الصوت؟ اللي يدربكم هيثم. هيثم؟ شي ما قلت له شيء انت؟ لا. وروني المقطع يا شباب تقولون خلينا نشوفه. شباب يوم من هاك اليوم شباب لما تقول كلمة. اجيب كلمات معناته يوم الجمعه الكلمات تكون موجوده. الاسبوع الجاي قادم ولا ما راح احضر؟ كيف ما راح احضر الاسبوع القادم؟ لماذا؟ ما في درجات، ما في شيء، خلاص اسبوع ميت، ما في ابراهيم. اها بس اسجل عمل واقعد تكي. بس زيد يزيد درجه، يمكن تاخذ الاول في البرنامج شيء. والله هذا ينسى يمكن صح. الكرنفال مو مع هيثم، قصدي الكرنفال اللي ما راح. انت دايم ما تجي مع هيثم انت؟ شباب يقول ما يجي الفقره. هو وقته يكون في المغرب وانت نايم. قبل المغرب كذا صدق قاعد هيثم غلطان، المفروض انه يجي وقت متى ما تصحى. لا مو بس هذا كذا، لا لا بس تعرف على ما اقوم اسبح وذا. اليوم حضرت ولا ما حضرت؟ اليوم والله اليوم جاي مستشفى تعبان. تعبان؟ اي والله. انت تجي بتقرير طبي ولا بس تروح كذا وترجع؟ شلون؟ انت رحت المستشفى ولا لا؟ اي. طيب مع علاجاتي مع كل شيء. جبت تقرير جبت شيء؟ إيه موجودة معي. معك؟ معي. وين؟ في درابي. راح جبها راح. عموما يا شباب أزوجك يا سلمان. تعال أنت يا سلمان تعال. تعال. أنا سمعت لك مقطع وأنا في الكنترول جالس تهدد وتقول إذا ما رجعوا الشباب عندكم يا شباب المقطع جاهز؟ طلبته من عوض أنا ترى. يلا خلنا نشوف. بعد ما صرت زعيم للقرية شاورت أنا وعاونيني إن ننصف حتى المتسابقين. ممكن ترفع صوتك شوي؟ فأتمنى من الشباب في الكنترول يعطوني صدى، لأن الموضوع اللي بتكلم فيه مهم جدا. أنا سكت اليومين اللي راحت وأمس بادرنا وتكلمنا. صدى يا عم منيب لو سمحت للشيخ القرية. لكن اليوم بيكون لي كلام ثاني. بما أني زعيم للقرية ومنصف في هذه القرية، هذا تهديد وتهديد يعني اتوقع انه صارم ولا فيه رجعه. صريح والله اني اتكلم جد. اليوم لا اليوم اذا ما رجعوا اخويانا نعم اللي هم مشعل قحطاني احمد حنيف واحمد حنيف محمد دنعة نعم الى مع ابو سلطان الى فقره فلاش باك ومع الاداره الى فقره فلاش باك. اذا ما رجعوا عندنا قرارات جديده، فهم بيعذروني بيصدر قرار بانه بيقاف فقره فلاش باك. وانا اتكلم جد يا عيال، ودخول الشباب معنا في الرياليتي سواء رضا تركي الدوسري او ما رضا، الشيء اللي قاعد يصير ظلم. فبما اني زعيم القريه لازم انصفكم. نعم وانصف نعم العيال نعم وابشر بسعادتكم باللي تبون. انتظروا التزموا ورضوا شنو انتظروا العيال باذن الله منا الى الساعه 12. اعطينا فرصه للساعه 12 الى 1 الى الساعه 1. وانا والله اني اتكلم جد، اذا ما جو العيال معنا حقهم العيال بيدخلون في الرياليتي. والسلام عليكم. انتظرونا يا عيال. طب يا شيخ يا حبيبي سلمان بعطيني للساعه 1. اي والله وسلطان شوف العيال ايش اسمه ها العيال يوم محرومين على البث والشيء ذا يعني ما انت باي صفه تتكلم الكلام. حطوني يلا انت بتوقف في فلاش باك الحين. حطوني زعيم يلا وقفهم يلا سم. انت كملك في الشيخ الحين لثلاث ايام. لثلاث ايام يا شباب في الشيخ ها. كم مكافأة الشيخة؟ متى تخلص شيختك انت؟ سم؟ متى تخلص؟ الشيخة اسبوع اسبوع؟ ايه لا واجد عليك ثلاث ايام انت.
ليه؟ بس بعد هالكلام ده ثلاثة أيام واجد. طيب ليه أبو سلطان؟ نسحبها منك. دخل. ليه سحبها؟ شو التهديد هذه؟ تهديد مو بتهديد يعني هو مو بتهديد تهديد بس انك يعني انت احرمت اخوي انا يومين من البث هذا تهديد يا اخوي لغه تهديد واضحه بس اي العيال هم يومين ما طلع لنا وتهددنا انت ما بتهديد يعني الحين اللي تكلمه سلمان ملهي اللي تكلمه هناك زعيم القريه فيفرق بين زعيم القريه وبين سلمان ملهي يعني انت لما قابلك تحت الهواء نفس الحين على الهواء غير صح ولا توكل توكل ليه يلا توكل على الله طيب وين هادي؟ وين الورقة؟ كلها انجليزي انجليزي؟ نعرف انجليزي هاد بطلعها بعد طيب هذه خلها معي ها خلص روحي هذه طيب شغل السبيكرات خلوا يسمعوني يا شباب انتم تعرفون يا شغل السبيكرات يا ابو عبد الله انتم تعرفون ان وصلنا الان الخطوات الاخيره من البرنامج فانك تاخذ الان عقوبه هذه تبعدك من المراكز ولا هي بزينة أنك تأخذ هالمشوار وعلى آخر مشوار تخرب على نفسك أي عقوبة الآن تجيك نزل رجلك يعني. أي عقوبة تجيك الآن ما هي في صالحك وراح تندم مثل اللي أخذوا عقوبة وغادروا الآن حريصين أنهم يرجعون مرة ثانية لكن خلاص النسخة على نهايتها عادي ما عاد في وقت اني انا اخطي ولا اني انا اسوي اشياء وانحرم من الفرصه اللي انا اكون على المسرح او اتوج باحد المراكز. ايش ذنب جمهوركم والناس اللي يتابعونكم والناس اللي تعبت يعني اني انحرم من شخص من بث ولا اني انا تصير عليه عقوبه وانا اللي ادفع الضريبه. مشكله اذا كان كل هالكلام نبدا نعيده وما في استجابه. سجل عقوبات يا شباب بالنسبة لمعجب معجب اعفوه من العقوبة يا شباب ها بس خلها تتكرر يا معجب ها بعدين ايش سالفة التصويت اللي انتم عايشين فيه التصويت شباب الحين كم وصل التصويت في التيك توك؟ مليار؟ وش الارقام دي؟ هذه الكره الارضيه مو بنصها. طيب عموما بالنسبه للحصانه تلغى من التيك توك يا شباب ها؟ كل الارقام هذه لا تعتمدونها. المليار هذه وخلهم يتصورون معها. و انقلوا التصويت للسناب شات يعني يكون الشخص صورته وكبشر الصورة اللي يجي عليها زين يا شباب هذا موضوع الحصانة وين هادي طيب برضو يا شباب هادي يتم اعفائه من العقوبة بالنسبة لمشعل وأحمد حنيف ومحمد آل دنعة شلون نعاقبكم انتم مسككم الباب ونرتاح شباب الثلاثة احرموهم من ميزات الاسبوع كامل من الدرجات والاشياء هذه ها
ولا المتجر نقفل متاجركم و ها رزق وليش ما تحافظ على الرزق ذا؟ طيب عموما ثلاثتهم رحلوهم برايم ها؟ يلا خلنا نشوف الاستهتار وين بيوصلكم. اللي راحت ابو سلطان ايش؟ اليومين اللي راحت ما كفانا. المفروض اسبوع مو بيومين. الحالة عقوبة. سلطان يوم يا ابو سلطان صل عني. ابو سلطان شباب مش على خلف الباب ها مش على القحطاني ابو سلطان يومين محرومين ابو سلطان من البث خلي يجي يومين ابو سلطان كلمه ثانيه بس ابعدك يا ابو سلطان احنا قد لنا يومين ما مشينا سلطان يا اخي ما كفحتوا يومين يا عيال ما كفحتوا يومين يا رجال خلاص مشينا يومين اركض ليلي ليلي ترى خلاص انا خلاص مش تعال تعال قدروا بتخويك عندك والله ما يروح عندي خلف الباب يا خلف الباب يا خلف الباب راجع يا مسلم